తెలుగులో ఇస్లాం పిల్లల కొరకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. తెలుగులో ఇస్లాం పిల్లల కొరకు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి.